بناتي أبنائي تلاميذ سنة الرابعة من الشعب العلمية مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من حصة العربية ستكون هذه الحصة تأليفية لمحور من محاور الكتاب وهو المعنون بحوار الحضارات سيرافقني في هذا العمل زميلي الأستاذ عادل فرشيشي مرحبا أستاذ محمود ذبابو مرحبا بأبنائنا التلاميذ وشكرا على المتابعة يحسن بنا في بدايه هذه الحصه ان نمهد لهذا السؤال وهو سؤال حوار الحضارات، لماذا تطرح هذه المساله؟ هي قضيه من قضايا الراهن، من القضايا التي يعيشها فكرنا العربي المعاصر، وهي من اكبر الاشكاليات المطروحه فيه. فقد كانت مجال مجالا لتناول العلاقه بين الخصوصيه والكونيه ومفاهيم الهويه وقضيه النقد الذاتي. والعلاقه مع الاخر كما انها قضيه محل خلاف فحوار الحضارات جاء كرد على مفهوم اخر اعتبره المفكرون خطيرا وهو مفهوم صدام الحضارات او صراع الحضارات كما ان حوار الحضارات يساعدنا على رفع اللبس عن كثير من القضايا التي تهم الفكر العربي المعاصر ويساعدنا ايضا على الاجابه على بعض التساؤلات المتعلقه بهذه المساله أخيرا حوار الحضارات يساعد أيضا الباحثة على تبين المواقف النقدية في العلاقة بالآخر وهي مواقف متعددة في الحقيقة المرحلة الثانية من هذا العمل أبناءنا التلاميذ تلاحظون أنها تتعلق بتحديد المفاهيم وارتأينا أن يتعلق الحديث ثانياً بالزوج المفاهيمي الذي يتكون منه عنوان المحور وهو الحوار من ناحيه والحضاره من ناحيه اخرى. الحوار لغه من حاور يحاور محاورة وحوارا فهو محاور والطرف الاخر محاور والمحاورة اذا هي نوع من تراجع الكلام بمعنى تبادله عندما يجيب احدهما الاخر. اصطلاحا ثمة على الاقل تعريفان اصطلاحا لمفهوم الحوار اما التعريف الاول فهو انه نوع من الحديث بين شخصين او فريقين يتم فيه تبادل الكلام بينهما بطريقه متكافئه فلا يستاثر احدهما دون الاخر بالحوار ويغلب عليه نتيجه ذلك وهو شرط او ضمانه من ضمانات نجاحه الهدوء والبعد عن التنازع والتعصب واما التعريف الاصطلاحي الثاني فهو ان الحوار تبادل تبادل للاراء والافكار حول موضوع معين بين طرفين او اكثر بطريقه متكافئه بعيده عن التعصب للتوصل الى مفاهيم مشتركه. ويتضح كما تلاحظون من هذين التعريفين الاصطلاحيين انه ان الحوار يتاسس اولا على مبدا التكافؤ نتيجه هذا التعريف الاصطلاحي ويتاسس ثانيا على مفهوم التثاقف بمعنى التاثير المتبادل بينهما. ننتقل الآن إلى تعريف مسألة أخرى تتعلق أو مسألة مفاهيمية أخرى متصلة بهذا المحور وهو التعريف المتعلق بالحضارة ما هي الحضارة؟ في الحقيقة للحضارة تعريفات متعددة عديدة وكثيرة في بعض التعريفات تجدها مرتبطة بالاقتصاد ونموه وآثار العمران وتطوره وفنونه وفي تعريفات أخرى نجدها مرتبطة بالنظام التشريعي والاجتماعي الذي يشمل العادات والتقاليد وفنون الحرب والقتال كما تتعلق الحضارة أيضا بالمذاهب والعقائد الدينية والمنجز البشري بشقيه السلوكي والمعرفي الحضارة إذن هي نتيجة ما تبذله البشرية من جهود ترمي لتحسين واقعها ومعيشتها حتى لو كانت هذه الجهود عشوائيه وغير مقصوده احيانا او كانت منظمه مقصوده الشواهد على التعريف على تعريفات الحضاره كثيره ارتئينا ان نختار لكم التعريف الذي يقدمه ويليام جيمس وهو تعريف يتكون في الحقيقه من قسمين، اما القسم الاول فهو انه يعرف الحضاره بانها نظام اجتماعي يعين الانسان على الزياده من انتاجه الثقافي. واما القسم الثاني من التعريف فهو ان الحضاره تتالف من عناصر كثيره يردها الى اربعه عناصر. في قوله وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون وهي تبدأ من حيث ينتهي الاضطراب والقلق لأنه إذا أمن الإنسان من الخوف تحررت نفسه تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء وبعد إذن لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهذه في للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وإزدهارها. ننتقل الآن أستاذ عادل إلى الحديث عن أطراف الحوار. فكل حوار كما تعلمون هو بين طرفين على الأقل. ف هذان الطرفان هما في مجال دراستنا نحددهما بالانا والاخر من هو الانا ومن هو الاخر الانا يمكن ان نحوصله بانه يمثل الهويه الثقافيه فهو مجموع المقومات والعناصر الثقافيه التي تسمح بالتعرف على الانتماء الثقافي لشخص ما او لمجموعه بشريه معينه كما يمكن ان تحيل عموما إلى الوعي الضمني أو الصريح بالانتماء إلى مجموعة بشرية معينة تعيش في فضاء جغرافي محدد ولها تراث ثقافي متميز يشكل تاريخا مشتركا ولغة وعادات وتقاليد وتطلعات مستقبلية الأناي إذن هي صورة مثالية تكونها جماعة بشرية معينة عن نفسها مقارنة بجماعات أخرى وهذه الصوره هي السبيل الى تمييز الذات عن الاخر يجدر بنا في هذا المجال ان نقدم ملاحظه هامه وهي ان الهويه الثقافيه لشعب من الشعوب وان كانت في جزء منها متكونه من موروث يجري تناقله عبر الاجيال والعصور فانها في جزء مهم منها مشروع مستقبلي يكون هذا المشروع متفتحا دائما على القابلية إلى التجدد وإعادة التشكل واكتساب سمات جديدة إذا كان هذا هو تعريف الأناء فما, فما هو المقصود بالآخر الآخر هو الغير المتميز عن الأناء أي الذات الفردية وهو كل ما ليس أنا سواء كان ذاتا فردية أو جماعية وهو أي الآخر تتشكل صورته عبر الذات المكونه لهذه الصيروره بكل لهذه الصوره بكل ما تحمله من موجهات ايديولوجيه وسياسيه وخبرات مباشره قديمه او حديثه. كما يسهم الاخر باختياراته وافعاله وردود افعاله في تشكيل بعض ملامح صورته لدى غيره وهو الانا. وكما تلاحظون ان الحديث عن الذات والاخر الانساني العرقي او الحضاري الثقافي او حتى الجغرافي الخاضع لجمله من المؤثرات يجري وفق تلك المؤثرات والظروف التي صنعت تباينه او تمايزه واختلافه ننتقل الان الى الحديث عن دواعي الحوار فللحوار مجموعة من الدواعي بعضها ذاتي وبعضها الآخر موضوعي أما الدواعي الذاتية للحوار فهو أنه عمل ضروري لأننا لا نستطيع أن نعيش في عزلة وهنا نستشهد بقول ابن خلدون الإنسان مدني بالطبع ثم أن الحوار مع الآخر يعتبر اليوم صدا لحوار سابق عاشته الحضارة العربية الإسلامية مع حضارات مجاوره لها اذا لم تكن هذه الحضاره منغلقه على نفسها بل كانت في حوار متواصل مع الحضارات الاخرى. كما ان الحوار هو تعبير عن حاجه الى الاخر المختلف عنا. الاخر الذي يثريني ولا يقصيني. اما الدواعي الموضوعيه فهي متعدده يمكن ان نردها على الاقل الى اربعه دواعٍ. اما الاول فهو ان الانسانيه قد دخلت في طور العولمه او الكونيه الشامله. ونتيجه ذلك كما يقول هذا الشاهد تحول العالم الى قريه كونيه. واما ثانيها فهو ان فهو تطور وسائل الاعلام. حيث كانت الثو... حيث ان الثوره التكنولوجيه الاتصاليه الغت المسافات بين الشعوب. واما الداعي الثالث فهو ما نلاحظه من تنوع الثقافات ففي تع... ففي التعدد تكامل بينها اي بين تلك الثقافات. واما الرابع هذه الدواعي فهو ان الحدود بين بلدان العالم قد ارتفعت واصبحت الاضواء الكاشفه تتسلل الى كل ارجاء المعموره. ننتقل الان استاذ عادل لو سمحت الى الحديث عن قنوات الحوار. الحوار يحتاج الى قنوات مثل اي خطاب يحتاج كل خطاب الى طرفين يتحاوران يحتاج الى خطاب ويحتاج الى قنوات او قناه ليتم هذا الخطاب هذه القنوات في الحقيقه متعدده حاولنا ان نبرز بعضها بالتفصيل فقسمناها الى مجموعه من القنوات اول هذه القنوات ونعتبره من القنوات الهامه القنوات الثقافيه مثل الترجمه والبرامج التعليميه التي تقوم على تربيه الناشئه على ثقافه الحوار وفتح قنوات الحوار بين النخب المثقفه والمؤتمرات الثقافيه والمحاضرات الدوليه وكذلك الحضور الفعال في التظاهرات الاقليميه والامميه. من هذه القنوات الثقافيه ايضا تنظيم المعارض من قبيل معارض الكتاب. اما القنوات السياسيه فهي متنوعه منها القنوات الدبلوماسيه وتبادل السفارات وتطويع الاشكال الاتصاليه مع الخارج والاستثمار في تلميع الصوره بالخارج واما القنوات الاقتصاديه فمنها المسالك التجاريه والمؤتمرات الاقتصاديه العالميه مثل مؤتمر دافوس الشهير ننتقل الان الى القنوات الاعلاميه وهي هامه في هذا المجال ومنها الفضائيات والانترنت وغيرها من القنوات الاخرى. كما نجد ايضا ان قنوات الحوار تمتد ايضا الى القنوات العلميه. ومن ذلك تبادل البعثات العلميه والتعليميه والتكوين المستمر بالخارج. اضافه الى تنميه التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي. الى هذه القنوات يمكن ان نضيف القنوات الترفيهيه مثل السياحه المنظمه وسياحه الافراد والبرامج الاشهاريه للسياحه والقنوات الرياضيه وهي كما لا يخفى على ابنائنا التلاميذ هامه جدا وتتمثل في المشاركه في الدورات الاقليميه والامميه او رعايه التظاهرات الرياضيه الملاحظه التي يمكن ان نبديها في هذه اللحظه المفصليه من العمل هي انه هي ان الحوار بين الحضارات قد يحدث في نوع من الاكراه وخاصه اثناء الصراعات التي لا يخلو منها عصرنا الحالي من قبيل الحروب والحملات. ننتقل الآن أستاذ عادل إلى الحديث عن مقاصد الحوار وهو جزء هام من هذه الحصة التأليفية، لماذا نتحاور؟ نحن نتحاور في الحقيقة لتجاوز الدعوات المختلفة للإنزواء والقضاء على أشكال الأنانية والهيمنة كما نتحاور لاستبدال أشكال التعصب العرقي والحضاري بأشكال التسامح الفكري والديني ثم ان الحوار ايضا هو التزام جماعي بالقيم الكونيه مثل قيم الحق والحريه والعدل والتآخي وحقوق الانسان ونشر روح التضامن والتعاون بين الثقافات وللحوار ايضا مقاصد اخرى من اهمها احلال قيم السلم والاعتدال والتعايش بين الهويات الثقافيه المختلفه كذلك من مقاصد الحوار تشكيل ملامح الحضاره الانسانيه الموحده فالحضارة كما يقال تراث مشترك بين جميع الشعوب. ومن مقاصد الحوار كذلك التعرف على عادات الاخر والاستفاده من خبراته ومعارفه واحلال السلم العالمي والتفاعل الدولي لمجابهه المخاطر المشتركه من قبيل اخطار التلوث، ثقب طبقه الاوزون و الجائحه الحاليه وهي الكوفيد التاسع عشر من مقاصده كذلك تسويه النزاعات الاقليميه والعالميه بطريقه سلميه عبر منظمات دوليه من المفترض انها تسعى الى تحقيق السلم في العالم فعلا من مقاصده اخيرا التبادل الحر في شتى المجالات للحوار ايضا شروط يجب ان تتوفر فبدونها لا حوار في الحقيقه اهم هذه الشروط لذلك وضعناه في راس هذه الورقه هو التسامح وقبول الاخر اضافه الى الايمان الفعلي والصادق بالحق في الاختلاف واحترام الخصوصيه فلكل ثقافه خصوصيتها. بالاضافه الى ضروره فهم الذات ونقدها لكي نتحاور مع الاخر نحن بحاجه الى نقد ذواتنا وفهم مكوناتها وفهم سلبياتها بكل صدق. ونقدها اذا فتشخيص واقعنا وهويتنا واخطائنا وحاجاتنا دون عقد هو امر هام لقيام الحوار مع حضاره أخرى أو مع ثقافة أخرى كذلك من شروط الحوار ضرورة معرفة الآخر من خلال فهمه وتفهمه كما يقال أو كما قال الأستاذ الدكتور محمد عبد الجابري يجب الدخول مع ثقافة الغرب في حوار نقدي كذلك من شروط الحوار ضرورة تمييز بين ما هو عام ومشترك بين الثقافات وما هو خاص بحضارتنا وهنا تطرح مسألة الكونية والخصوصية كما تفضل الاستاذ محمود تتنوع شروط الحوار منها التحرر من الرغبة في تحقيق التماثل والتجانس التامين في وجهات النظر ومنها استبدال فكرة التفاضل بين الثقافات بفكرة المساواة والتكامل بينهما ومنها كذلك عدم اقتصار الحوار على مكون دون اخر ومثال ذلك المكون الديني ومنها احترام الاختلاف والتنوع الثقافي وهو شرط رئيس ومنها الانطلاق من القيم الانسانيه المشتركه بين الثقافات لتحديد او لتاسيس مرجعيه مقبوله لدى الجميع تؤسس لحوار قائم على التواصل المستمر شروط الحوار أيضا هي أكثر مما أسلفنا وفي الحقيقة حاولنا أن نحصر بعضها في هذه النقاط ومن هذه النقاط أيضا الرغبة المتبادلة في التعايش السلمي والتعاون وتجاوز الأزمات فالعالم الذي نعيش فيه الذي تعيش فيه الحضارات المتحاوره هو بمثابه قارب واحد. كذلك من شروط الحوار تطوير التعليم والبرامج التعليميه التي تسمح لنا بمزيد فهم الاخر. فالحضاره التي لا تستثمر في التعليم يزدهر فيها التعصب والجهل. من شروط الحوار ايضا بناء انظمه ديمقراطيه لا تخشى على نفسها من التواصل مع الاخر ويمكن ان نتحدث ايضا عن شرط اساسي وهو الوعي بان الحضاره الحاليه هي حضاره كونيه المرحله المواليه من العمل هي محاذير الحوار وهي متنوعه منها عدم تكافؤ العلاقة بين المتحاورين. ومنها عدم الإقرار بالإنسانية المشتركة والمتساوية بالنسبة إلى المنتمين إلى جميع الثقافات البشرية، من قبيل نظرة بعض الأوروبيين للشعوب المستعمرة سابقاً أو حالياً. منها كذلك من تلك المحاذير الجهل المتبادل بالآخر. بمعنى ان كل طرف احيانا يتشبث باحكامه القيميه المسبقه حول الاخر من قبيل الخلط بين الاسلام والإرهابي او الخلط بين الغرب والكفر في بعض التصورات السائده ومنها اعتبار الافكار المخالفه لمنظومه الاناء المرجعيه افكارا خاطئه او متخلفه من محاذير الحوار أيضا نزعات التفوق والاستعلاء وهي تتجلى في الحقيقة في بعض النظريات كنظرية مركزية الحضارة الغربية كما أن الحوار قد يقوم أحيانا ونجد فيه بعض المشاكل التي تتحدد انطلاقا من قيم العلاقات على الحقد والريبة والرغبة في الهيمنة وفض الرأي وهذا قد يهدد الحوار في الحقيقة ثم كذلك سعي الحضارة العربية إلى الاستفادة من الجانب المادي للحضارة الغربية دون الاهتمام بالحداثة العقلية وهذه مسألة هامة للغاية تحدث عنها محمد أركون وسماها بالحداثة المعطوبة كذلك تقصير الحكومات العربية في إحداث مؤسسات تهيكل الحوار مع الغرب اذا اردنا ان نتوسع في هذه العراقيل المحاذير التي يمكن ان تعوق الحوار او تحد من مدى نجاعته يمكن ان نتحدث كذلك عن الانانيه وحوار المصالح من قبيل ما شهده العالم خلال أزمة كوفيد التاسع عشر من صراع للاستحواذ على المعدات الطبية ولوازم الوقاية ومن قبيل كذلك سعي بعض الدول القوية إلى تأمين مصالحها تحت عنوان الحوار الحضاري مثل استعمال الحوار مطية للهيمنة من تلك المحاذير كذلك تضخم الأناة واعتبار الهوية معطى ثابتا مطلقا لا بد من صيانته من كل ما هو وافد ومنها التبعية الحضارية ونذكر هنا بقولة ابن خلدون المشهورة المغلوب مولع دائما بتقليد أو بالاقتداء بالغالب نصل الآن أبناء التلاميذ إلى جدول تقييمي تأليفي لجميع النصوص الواردة في هذا المحور وسنحاول من خلال هذا الجدول الموجود في كتابكم هذه الشبكة التقييمية موجودة في نهاية هذا المحور في كتاب النصوص حاولنا أن نملأ هذه الشبكة أو هذا الجدول أن نملأها لكي تتبين علاقة النصوص بجميع المسائل التي سبق وتحدثنا فيها في هذه الحصة التأليفية في كل نص من هذه النصوص تناول جانبا من الجوانب الذي تحدثنا فيه جانبا أو أكثر من الجوانب التي سبق وأن تحدثت فيها صحبة زميل الأستاذ عاتل فكما تلاحظون ينقسم الجدول إلى أودية، هذه الأودية تتعلق بوسائل الحوار، مجال الحوار، مقصد الحوار، عوائق الحوار، والآخر في النص. كل نص من هذه النصوص إذا أجاب على تقريبا هذه الأودية الخمسة. فإذا أخذنا النص الأول الترجمة سبيل إلى حوار الحضارات. وجدنا أن وسيلة الحوار في هذا النص هي الترجمة وأن مجال الحوار هو الأدب والثقافة والعلوم وان مقصد الحوار هو التلاقح الفكري والثقافي بين الشعوب اما عوائق الحوار في هذا النص فهي الانغلاق على الذات ورفض ثقافه الاخر والتعالي على او التعالي على الاخر. الاخر في هذا النص حتى وان لم يكن ذلك مصرحا به احيانا في النصوص انما هو اي ثقافه اخرى لا نشترك معها في اللغه. النص الثاني حتى ندخله آمنين وجدنا أن وسيلة الاتص... الحوار المقصودة كانت تقنيات الاتصال الحديثة ومجال الحوار في هذا النص هو الواقع الافتراضي كاتب النص تحدث عن مقصد واضح للحوار وهو إتاحة المعلومة للجميع ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم وأشار أيضا إلى عائق من عوائق الحوار وهو هيمنة كبار المنتجين على الفضاء السمعي البصري بطبيعة الحال الآخر دائما في هذا الحوار هو المجتمعات المتقدمة في نص الأستاذ شادي القليبي أمة تواجه عصرا جديدا تحدث الكاتب عن تقنية الاتصال الحديثة وعن التبادل الاقتصادي وكان مجال الحوار في هذا النص هو عالم الاقتصاد والمالي والسياسه او عالم العولمه عامه. كان مقصد الحوار في هذا النص المقصود في هذا النص من خلال تناول مساله العولمه هو اجتماع البشر على كلمه سواء كما يقول الكاتب. اما عوائق الحوار كما حددها الكاتب فهي تحكم القوى العالميه في مصائر المجتمعات العربيه. الاخر في هذا النص وان كان قد وقع الحديث عنه احيانا بشكل مباشر واحيانا اخرى بشكل ضمني كان القوى التي يرجع اليها البت في قضايا الاقتصاد والمال. النص الموالي في هذا المحور بحسب تواتر تلك النصوص في الكتاب هو حتميه الحوار في عصر العولمه. وسائل الحوار في هذا النص هي الانفتاح على الاخر، مجاله المعطى الثقافي، مقصده التعارف بمعنى التعارف وتبادل المصالح والعمل المشترك. عوائق الحوار في هذا النص هي الانكفاء على الذات ومعاداة الآخر أما الآخر فيه فهو الشعوب الأخرى النص الموالي في هذا المحور هو الموسوم بالرحلة والبعثات والبعثات العلمية مجاله البعد الإنساني مقصده أنه لا تفاضل بين الحضارات على أساس تقني عوائقه نظره التعالي المبنيه على معايير العقل والانجازات العلميه بمعنى مركزيه الحضاره الغربيه الاخر في هذا النص هو الحضاره الغربيه الايمان بالعقل كمعيار للتقدم النص الموالي صدام ام ذوبان قناه الحوار فيه هي البعثات الدراسيه مجاله الشخصيه الانسانيه مقصده اكتساب نظره جديده للعالم عائقه هو وطاه التقاليد وعدم القدره على الحوار اما الاخر فيه فهو الحضاره الغربيه المتشبعه بقيم الثوره والحريه استاذ عادل نصل الى نهايه هذه الشبكه ونهايه هذا الجدول بالنصين الاخيرين في المحوري النص قبل الأخير هو الغرب في مرآة الذات وفي هذا النص وسيلة الحوار كالنص السابق كانت الرحلة للدراسة وفي الحقيقة هذه الوسيلة تواترت في هذا المحور وجد نصوصا كثيرة يتحدث فيها أصحابها عن تجربتهم الدراسية في الخارج وكيفية اكتشافهم لهذه الحضارات الغربية كيفية اكتشاف هذا الرجل الشرقي بتقاليده وعاداته وثقافته لهذه الحضاره وكيفيه تفاعله معها. في هذا النص نجد هذه المساله واضحه فكانت وسيله الحوار إذن هي الرحله للدراسه، اما مجال الحوار فكان الشخصيه الانسانيه كيفيه تعارف الشخصيات على بعضها البعض، كيفيه تصادم هذه الشخصيات احيانا مع بعضها البعض ومحاوله اكتشاف جوانبها الخفيه احيانا. مقصد الحوار في هذا النص كان معرفة الآخر أما عوائقه فهي هذه النظرة الأخلاقية والعقائدية للآخر وهذه النظرة كانت أحيانا عائقا أمام بعض الكتاب وتحدثوا عن ذلك في تجاربهم وفي سيرهم الذاتية كانت عائقا أمام التواصل مع الآخر الآخر في هذا النص هو شخصية الرجل أو المرأة الإنجليزية المقصود بها هي الحضارة الأوروبية أو الحضارة الغربية. النص الأخير هو نص لطه حسين وهو نص جميل جدا تحدث فيه عن شخصية الرجل الفرنسي أو الشخصية الفرنسي بصفة عامة وتحدث عن هذه الازدواجية في هذه الشخصية كيف ان الفرنسيه في فرنسا له شخصيه مميزه وخارج فرنسا له شخصيه اخرى فاحدث ذلك لدى طه حسين في البدايه وهو يتحدث عن ذلك بكل صراحه بعض التململ في فهم شخصيه الفرنسي ولذلك كان مجال الحوار هو محاوله البحث عن الشخصيه الحقيقيه المؤسسه لهذا الانسان الفرنسي مقصد الحوار في هذا النص كان محاوله اكتشاف الاخر كان هذا الاخر هو الفرنسي كما تلاحظون لكن هذا الاخر هو المختلف عن حضارتنا وعن ثقافتنا، كيف نكتشفه؟ كيف نعرفه؟ هل نحكم عليه مسبقا ام ناخذ وقتنا لكي نحكم على هذا الشخص؟ ثم تحدث طه حسين عن عوائق الحوار بطريقه ضمنيه وذكيه جدا وبين ان بعض عوائق الحوار تعيق احيانا هذا الحوار وتعيق التواصل مع الاخر. وخاصة من خلال هذه النظرة الأولى للآخر دون معرفته ومعرفة جوهره فالمعرفة السطحية بالآخر هي معرفة تقود أحيانا إلى فهم خاطئ للآخر. أستاذ عادل في نهاية هذه الحصة أشكرك جزيل الشكر على ما بذلته من مجهود. شكرا أستاذ محمود شكرا لكم على الإنتباه وإلى اللقاء.